رحمتك وسعت كل شيء. بأمريكا جابوا 72 دين، وانت شيت بدينك كيف بيذبح كيف 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 كيف. بك الشيخ ما ذبح، قال له هيك ذبح الحبيب محمد. بنت صغيرة 9 سنين كلهم ربطوا لهم معزية، فلتت معزية واجت لعندها فلتت معزيتها، قالت له ما تربطوا لي، اتركوا المعزيات وهن بيجوا. حطت ايدها عليها ونزل الدم، رفعت ايدها وحطتها، فحصوا اللحمة بروتين نباتي، رجعت نبات اللي أكلته كان ذبح حلال. كتير قليل اللي حللوا، هن البدو، هن الفلاحين، أهل الأرض، أهل الدنيا، مش الطمع والجشع. قد ما فيكن هلأ، حتى ما تاكلوا بيض بيضة فيها صوص، عدوا تقروا، بس تقرأ بتصير تفهم. أنا ما فيني أطلع على أي تلفزيون لأنه سؤالات سخيفة، ومثل ما أنتم شايفين هلأ هيدا التلفزيون هون، وما فيني أخذ أي سؤال سخيف. بحب أجي أتشات أنا وياك، بحب كون مثلي شو بتحكي هالكلام كله حلو. لا، إذا عم بتلاقي هيك هيدي انفعال، بس إذا عم بتشوف هيدي حقيقة أنا مرايه لعلك من إيميلك بعرف. بعثوا صدقة الذين جاهدوا بأموالهم وبأنفسهم بالصدقات وبالزكاة، ما حدا عملها للأسف بالعالم العربي، كتير قليل. مريم محمد كم واحد بس. كل ما أملك، وكنت أملك كتير، بس رجعوا لي أضعاف وأضعاف. ما فيني أقول لكم الإشارة بشارة لصاحبة، ما بصدق بقول هالقد بتحبني، بستاهل هالقد. يا حبيب قلبي أنت، ما حدا بيحبنا غيره، هو اللي خلقنا. بقول له هالقد أنا بستاهلك، بستاهل حبك، بستاهل كون عبابك. بحب كون ببناية هيك، حارسة بناية، نظف الدرج وهيك، ويكونوا هن أغنياء، ساعتها بيجوا بياكلوا عندي وبيشوفوا نحنا كلنا عائلة وحدة على سلم هالحياة.